بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع تلاميذ الثالثة متوسطة، تلاميذ الثالثة متوسط اختبارات الفصل الثاني. اليوم رانا مع العلوم الطبيعية، اختبار العلوم الطبيعية الفصل الثاني لتلاميذ الثالثة متوسط. نبدأ بالتمرين الأول. تتميز الجزائر بشساعة مساحتها، وهذا ما جعل مناظرها الطبيعية متنوعة، وهذه المناظر تختلف وتتنوع كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وذلك راجع لعدة عوامل. لاحظ الصورة الأولى وصورة ثانية. هذا تعريف للمنظر الطبيعي. حدد أصل الاختلافات الموجودة بين المناظر الطبيعية. قدم المعايير التي نعتمد عليها في تصنيف المناظر الطبيعية إلى ساحلية وتلية وهضاب عليا وصحراوية. وضعية ثانية، بعد دراستك لخواص الصخور وأثناء تجولك أنت وصديقك في قرية الصمة، تجادلتما حول أنواع بعض الصخور، فقررت أخذ هذه الصخور إلى الأستاذ لتحديد نوعها، لكنه طلب منكما إجراء التجارب عليها للتحديد الدقيق لنوعها. السند الأول، يتميز الصخر بأنه صخر رمادي منقط بالأسود، ثقيل خشن الملمس، به بلورات مختلفة، بينما يطلق الصخر الثاني رائحة عند تبلله بالماء. الصخر واحد، الصخر اثنين، الصخر ثلاثة. عينات الصخور المقدمة للأستاذ. التعليمة، من خلال النص والسند، من خلال النص والسندات ومعلوماتك وضح الخصائص التي تعتمد عليها لمعرفة نوع هذه الصخور على ضوء التجارب التي قمت بها. ما نوع الصخور؟ واحد واثنين وثلاثة. الوضعية، تعرضت منطقة صناعية تحتوي على تضاريس مختلفة منها الهضاب. السند واحد أو السند واحد، مياه، أمطار، تجاويف، كما راكم تشوف. طيب، إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار، والتي تسببت في حدوث فيضانات، ونتيجة لتسرب المياه عبر الطبقة الصخرية حدثت أكسدة للصخور التي تشكل الطبقة الثانية، وحدوث تجاويف على مستوى الطبقة الثالثة. أكسدة وتجاويف. تتكون الهضبة الموضحة في الوثيقة واحد من طبقات مختلفة، منها الطبقات واحد واثنين وثلاثة. احتواء ماء المطر على كميات كبيرة من غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2. نتائج تحليل ماء المطر، عندنا O2 زائد الحديد مع الماء تعطينا أكسيد الحديد، CO2 زائد الكلس مع الماء تعطينا فحامات الكالسيوم. من خلال السياق والسندات ومعلوماتك السابقة اشرح كيف تتشكل الطبقات الصخرية في السند واحد. فسر أكسدة الصخور المتشكلة للطبقة الصخرية اثنين. وضح سبب حدوث تجاويف على مستوى الطبقة الصخرية. طيب، نروحوا للنموذج الثاني. شوفوا النموذج الثاني، ما زلنا في العلومة، العلوم الطبيعية. النموذج الثاني، يمثل الماء المورد الطبيعي الأهم على سطح الأرض، إذ لا حياة بدون ماء، وقد توجد المياه على سطح الأرض، المياه السطحية، ويمكن أن نجدها في باطن الأرض، المياه الجوفية. باستعمال المخطط المقابل، سمي البيانات المرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. اقترح عنوان مناسب للوثيقة. ترجم معطيات الوثيقة إلى نص لا يتعدى 4 أسطر. يعتبر البترول مورد طبيعي هام يبقى دون قيمة ولا يتحول إلى ثروة إلا بعد تدخل الإنسان.
واستغلاله. أذكر مراحل استغلال البترول. ينتج عن استغلال البترول عواقب وخيمة على المحيط وكذا على صحة الإنسان. اشرح، قدم حلولا تراها مناسبة للتقليل من هذه العواقب الوضعية. سليم ونبيل وأحمد وكريم أربع فلاحين، كل واحد منهم يملك قطعة أرض، بحيث سليم قام بزرع نبات القمح لسنوات متعددة في نفس القطعة. نبيل كان يزود أرضه بالأسمدة بكميات غير مدروسة، استعمال مفرط، بالإضافة إلى رش مزروعات بالموبلات الحشرية. أحمد لا يزود أرضه بالأسمدة النباتية والحيوانية أثناء جنيه للمحاصيل الزراعية. كريم يملك أرض منحدرة، وكان يزرع أرضه زراعة تقليدية كما يمثله السند واحد. هذا لاحظ الفلاحون الأربعة أن محاصيلهم السنوية في تراجع. هذه الزراعة التقليدية الأخيرة، الزراعة الحديثة، أساليب الزراعة في المنحدرات التقليدية والحديثة، تناوب بين ثلاث محاصيل زراعية مختلفة. فسر سبب هذا التراجع في المحاصيل رغم أن الفلاحين الأربعة كانوا يحرثون الأرض ويسقون الزرع. قدم نصائح لهؤلاء الفلاحين حتى يتحسن إنتاجهم. طيب، بإمكان التلميذ يوقف الفيديو يدير بوز ويحل في ورقة، بعد ذلك يطلع على الحلول. طيب، احنا نمر للحلول مباشرة، بل فيديو ما يجيش طويل، ندير الحل مباشرة. الوضعية الأولى والنموذج الأول، تعريف المنظر الطبيعي، هو ملمح واضح من سطح الأرض يتكون من التضاريس، غطاء نباتي، تراكيب صخور ونشاطات إنسان، سدود، بنايات وطرق. أصل الاختلافات الموجودة بين المناظر الطبيعية شكل توضع الصخور، طبقات متراكبة أفقية، طبقات متراكبة مرنة، طبقات متراكبة مائلة، وكتل صخرية صلبة. مكونات المنظر الطبيعي، التضاريس والخواص الصخور وعوامل مناخية والغطاء النباتي ونشاطات الإنسان. المعايير التي نعتمد عليها في تصنيف المناظر الطبيعية هي ساحلية، تلية، هضاب عليا وصحراوية. التضاريس أي الارتفاع على سطح البحر. تمرين ثاني، الخصائص التي نعتمد عليها لمعرفة نوع هذه الصخور هي الخصائص الفيزيائية، البنية تعني درجة تماسك مكونات الصخور، الصلابة تعني درجة مقاومة الصخر لفعل ميكانيكي خارج الخدش، النفاذية تعني مدى سماح الصخور بمرور الماء عبر مساماته، الخصائص الكيميائية التفاعل مع حمض كلور الماء عند صب قطرات منه يحدث الفوران، تأثير الحرارة على ضوء التجارب التي قمت بها، نوع الصخر قمت بها، نوع الصخر الواحد الغرانيت، نوع الصخر اثنين الغضار، نوع الصخر ثلاثة الكلس، وعضوي المنشأ. الوضعية، تتشكل الطبقات الصخرية في السند الأول عبر عدة مراحل، هي الحت، تحطم كلي أو جزئي للصخور بفضل العوامل المناخية، النقل، نقل المواد الناتجة عن الحت بواسطة الرياح والمياه، الترسيب، ترسيب المواد المنقولة في قطاع البحار والمنخفضات اليابسة عبر أزمنة مختلفة مشكلة تضاريسا رسوبية، ارتفاع تلك الطبقات بتأثير قوى الانضغاط، تفسير أكسدة الصخور المتشكلة للطبقة الصخرية في اثنين لأنها صخور تتكون من معادن الحديد الذي يتأكسد في وجود الأكسجين والرطوبة ليتحول إلى أكسيد الحديد وصدأ، وهذا يجعل الصخور تتفتت بسرعة حسب السند الثالث. سبب حدوث تجاويف على مستوى الطبقة الصخرية الثالثة، لأنها صخور تتكون من الكلس الذي من خواصه الكيميائية الانحلال في وجود الماء المشبع بغاز ثنائي أكسيد الكربون، مياه الأمطار المشبعة بCO2 مشكلا فحمات الكالسيوم المنحلة التي تجرفها فيما بعد مياه الأمطار، وهذا ما يسمح بترك تجاويف بالصخر تشكل في بعض الأحيان الكهوف والمغارات حسب السند الثاني والثالث. النموذج الثاني، البيانات المرقمة، 1 تبخر، 2 نتح وتنفس، 3 تكاثف، 4 تساقط، 5 مياه سطحية، 6 نفوذ، 7 مياه جوفية، 8 مياه جارية. عنوان مناسب، دورة الماء في الطبيعة،
ترجمت معطيات الوثيقة إلى نص. يتجدد الماء في الطبيعة عن طريقة دورة بين تبخر الماء من المسطحات بفعل الحرارة ونتح النبات وتعرق وتنفس الحيوانات لتتكاثف في طبقات الجو العليا، ثم يتساقط على المسطحات المائية واليابسة على شكل ماء أو ثلوج، فيشكل نوعين من المياه: مياه سطحية ومياه جوفية الناتج من نفوذ الماء عبر التربة الذي يواصل انصرافه إلى البحر من جديد. الوضعية 2: مراحل استغلال البترول، البحث عن مكمن البترول، التنقيب والحفر والاستخراج، النقل والتكرير. عواقب استغلال البترول على المحيط والإنسان: تلوث المحيط الجوي والمائي والبري، إصابة الإنسان بأمراض نتيجة هذا التلوث كأمراض الجهاز التنفسي. الحلول الواجب اتباعها لتفادي هذه العواقب: الاستغلال العقلاني للبترول، البحث عن طاقات بديلة متجددة وغير ملوثة للمحيط كالرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه. حل الوضعية الإدماجية: تفسير النتائج السلبية التي تحصل عليها الفلاحون. عند سليم، تراجع المحصول راجع إلى زراعة نفس المحصول لسنوات متتالية، وهذا ما أدى إلى افتقار التربة من بعض العناصر المعدنية التي يحتاجها هذا النبات. عند نبيل، السبب راجع إلى الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات، ما أدى إلى التأثير على عناصر ومكونات التربة وكذا على المحصول، وعدم تزويد تربته بالأسمدة، وهذا ما أدى إلى افتقار التربة من بعض العناصر المعدنية التي تحتاجها النبات. عند أحمد، عدم تزويد التربة بالأسمدة العضوية والمعدنية يؤدي إلى افتقارها مع تكرار الإنتاج. وعند كريم، السبب راجع إلى اتباعه الزراعة التقليدية في أرض منحدرة، ما أدى إلى انجراف الطبقة السطحية للتربة أثناء السقي أو عند تساقط الأمطار، ما يسبب افتقارها لبعض المواد العضوية والمعدنية. النصائح: يجب تطبيق الدورة الزراعية لتفادي افتقار التربة للعناصر المعدنية. يجب استعمال الأسمدة بشكل عقلاني، أي لا إفراط ولا تفريط. تجنب استخدام المبيدات الحشرية لأنها تضر بالمزروعات. انتهاج طريقة الزراعة الحديثة في المنحدرات باستعمال المصطبات الزراعية لتفادي انجراف التربة. في الأخير، بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.